وزي ما شفنا كلنا خلال الايام اللي فاتت ان مسلسل الكبير قوي قدر انه يتصدر الترند حتى قبل بدايه الشهر الكريم، وده بسبب تعلق الناس الشديد بشخصيات المسلسل وانتظارهم للجزء السابع. وطبعا مسلسل الكبير قوي من بطوله النجم احمد مكي وبيشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا في مصر. انت طيبه وبنت حلال، بس انا طلبت منك ومن العيشه معاكي انا هتجوز. مفيش أي حاجة تتحل غير بالحب. I'm sexy and I know it. انت بتدري شو اللي داخل من الدوار؟ داخل بالورب عشان ما اخبطش. يا منور يا وكالة ناسك. اسمها يا واكل ناسك. هنعمل ميتنج عشان نعمله برين ستورم. هو أنت أصلاً عندك برين عشان تستورمه؟ هو ده التعقيم؟ اتفضل ارتاح. هتوقف في بتادين؟ لو ليك في الطجومة. تعالى للخبيرة. كان الشنطة فكرة. الفكرة لا تموت.